اليوم الملف يا اخي ما يصير بيد وزاره الموارد المائيه، يجب تاسيس المجلس الوطني للمياه، واليوم لجنه الزراعه بدها تاخذ هذه الخطوات حقيقه، بدات تدخل على موضوع المجلس الاعلى المجلس الوطني للمياه. طبعا هو له مسميان، مجلس الاعلى للمياه والزراعه، اكو هوايه، لكن المبدا هو واحد، تشكيل المجلس الاعلى للزراعه والمياه. هذا المجلس راح يصير الملف في دوله رئيس الجمهوريه، في دوله رئيس الوزراء. ومعاه خبراء من خارج الوزارات. هذا شو يسوي؟ اولا راح يروح لدول الجوار ويفاوضهم باوراق الضغط اللي تفضلت عليها. طيب اللي قلت لي ملف الاقتصادي والنفطي والعسكري والحدود. بينما الموارد المائية ما تقدر، ما عندها هيك صلاحية.